بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعث شاب برسالة إلى آية الله السيد صادق الحسيني الروحاني دام ظله الوارف، وقال له: أيها السيد، إني أعاني من مشكلة منذ سنوات عديدة ولم تحل إلى الآن، ولدي فوضى في حياتي، أموري مبعثرة، لدي هموم وأحزان ومشاكل يومية، لا أرى روح الفرج في حياتي، ماذا أفعل؟ فأجابه آية الله السيد صادق الحسيني الروحاني بهذه العبارة: عليك أن تردد هذا الذكر 14,000 مرة في مكان واحد لا يقاطعك فيه أحد. الذكر هو يا علي، أن تقول 14,000 مرة يا علي في مكان واحد. فعل هذا الشاب لليلة واحدة هذا الأمر، وإذا بالله سبحانه وتعالى خلال أيام معدودة فتح الله عليه أبواب الخير وقضيت له الحوائج وترتبت حياته بأحسن صورة. جرب ولا تشك. صباحات ولائية، أمين محمد، إذاعة الروضة الحسينية المقدسة.